مشروعات كثيرة نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي بمصر والتي يقع على عاتقها رفع مستوى المواطن المصري البسيط، حيث يعمل العاملون فيها كخلية نحل لا تتوقف، وذلك في جميع ربوع مصر. فقد نفذت الوزارة خلال السنوات الست الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات الإنسانية، ومنها تكافل وكرامة، فرصة، وعي، سكن كريم، حياة كريمة، اثنين كفاية، مودة، ورفيق مسن. واستهدفت مشروعات الوزارة جميع الفئات التي تحتاج إلى مساندة، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنون، حيث نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والضرورية للحياة الاجتماعية والإنسانية خلال السنوات الست الماضية. كما اهتمت وزارة التضامن بتطوير ثقافة المجتمع بما يتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فأطلقت عدة مبادرات وبرامج تتواكب مع أهداف الاستراتيجية، مثل برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وتم تطوير أكثر من 500 حضانة مع تدريب مقدم الرعاية بها. كما أطلقت مبادرة اثنين كفاية لتشجيع الأسر على تقليل معدلات الإنجاب، بالإضافة إلى برنامج مودة للحد من معدلات الطلاق المتزايدة. كما أطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج لرفع مستوى سكان العشوائيات التي تطبق حالياً في روضة السيدة، تل العقارب سابقاً، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، بالإضافة إلى البرامج التي تطبق في حي الأسمرات وغيط العنب بالأسكندرية، فضلاً عن جهود الوزارة لحماية أطفال الشوارع عبر نقلهم من الشارع إلى دور الرعاية المختلفة التي تم تطويرها وإعادة تأهيل بنيتها التحتية، مع تدريب العاملين بها من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، بالإضافة إلى مقدم الرعاية لتوفير حياة كريمة ولائقة بهم. نحن لا نريد شيئا من ثروة الشعب الليبي، ثروة الشعب الليبي للشعب الليبي، وليس لدي أطماع شخصية. وهنا خليني أتوقف عند النقطة دي وأقول إن إحنا في مصر إحنا استقبلنا، وأنا كنت وزير للدفاع في الوقت دوت في 2012 و13، طلبة في الكلية الحربية في مصر، طلبة ليبيين عشان يبقوا ضباط في الكلية الحربية في مصر. وأكد لكم إن إحنا مستعدين، زي ما أنا قلت كده في الخطاب اللي أنا كلمت فيه قبل كده، إن إحنا مستعدين نستقبل أبنائكم الليبيين، نجهزهم وندربهم ليكونوا امتداد أو نواة لجيش وطني ليبي. إننا إخوة للشعب الليبي، سنعمل دائما بكل طريقة وبكل وسائل وبكل وسيلة على أن نتضامن وعلى أن نتكاتف وعلى أن نساعد بعضنا البعض من أجل التنمية ومن أجل التطور. وإذا كان الأشقاء في مجلس النواب الليبي السلطة التشريعية الوحيدة التي انتخبها الشعب بكامل إرادته، قد طلبت من الجيش المصري إذا اقتضى الأمر التدخل لحماية السيادة الليبية وتأمين مصالح الأمن القومي، وإذا كان الأشقاء في مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة التي انتخبها الشعب بكامل إرادته، قد طلبت من الجيش المصري إذا اقتضى الأمر التدخل لحماية السيادة الليبية وتأمين مصالح الأمن القومي لبلدينا، فإن أشقائكم في مصر على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات تحقيقا للمصالح المشتركة في مجابهة هذه التهديدات. إننا معكم، إن الشعب المصري معكم، يساندكم ويسير معكم في معركتكم في السراء وفي الضراء، وإذا قاتلتم فإن الشعب المصري سوف يقاتل معك. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. قلقانين جدا على موضوع سد النهضة، صحيح وأنا معكم،
الكلام ده بقوله لكل المصريين، من حقكم ان انتوا تقلقوا على موضوع الميه، لان موضوع الميه بالنسبه لنا حياتنا. يعني كنا دايما حريصين على ان احنا زي ما احنا عايزين نعيش نقول كمان للاخرين في اشقائنا في اثيوبيا وفي السودان وفي اي حته في الدنيا ان هم يعيشوا زينا. وعشان كده قلنا وكنا بنتكلم بمنتهى الاخلاص ان احنا بنقول لهم ان انتم من حقكم ان انتم يعني تولدوا الكهرباء زي ما انتم اعلنتم ان الهدف من بناء هذا السد لهذا الهدف، واحنا معاكم فيه وباخلاص زي ما قلت كده، ونتمنى لكم التوفيق ونساعد كمان فيه بكل حب وبكل نوايا طيبه. كل ما تقلق اشتغل، اشتغل اكتر عشان تبقى جامد، عشان تبقى قوي، عشان تبقى قادر. كل ما تشتغل اكتر حقك محدش هياخده منك. احنا بنتفاوض ودي معركة هتطول ومش هنمضي على حاجة مش حقق لنا المصلحة، المصلحة اللي هي بتقول ان احنا كلنا نبقى مستفيدين وضرر اللي موجود يبقى ضرر مقبول علينا كلنا. مية المية مش في مصر بس، في الدنيا كلها. الشباب القادر الماهر اللي عنده مواهب وعنده قدرات انه ياخد فرصته في التعليم والتأهيل الجيد ثم ندفع به الى المناصب حتى تستفيد الدولة به. شباب مصر المتحمس المفعم بالإنسانية والطموح لصناعة المستقبل لوطنه وللبشرية كلها. أسجل فخري واعتزازي بشباب وطني الممتلئ حماسة الذي يسعى بلا كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذي يتسق مع آماله وطموحه. الثقة المطلقة في قدرات شباب مصر ليست نبوءات أو إرهاصات تقبل الشك أو التأويل، وإنما هي ثقة بنيت من لبنة التجربة والمعايشة لهم. كل الشباب يتكلم عايزين نضع أسس للتعامل فيما بيننا تبقى مبنية على الموضوعية والمنطق والعلم. مساء الخير. خلينا نحط الحقائق قدام بعضها ونشوف ان زي ما في مشاكل ازاي في جهود كبيره قوي 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 عشان نحارب المشاكل دي وعشان مجتمعنا يكون مختلف. جهود وزاره التضامن الاجتماعي جهود كبيره جدا، يمكن يكون في ناس مش حاسينها او مش شايفينها، لكن في ناس كتيره جدا عارفه وزاره التضامن بتشتغل ازاي علشان الانسان يعيش بشكل فيه كرامه وشكل فيه احساس بالأدمية وبإحساس أنه قاعد في وطنه معزز مكرم. احنا النهاردة معانا لواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، ولما قعدت اتكلمت معاها دقايق قبل الهوى اكتشفت أني قاعدة قدام ست بمئة ست. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونتكلم عن كل بقى المبادرات بتاعة الوزارة. نبتديها في الأول بدكان الفرحة. دكان الفرحة ده مين المستفيد منه وازاي يقدر يستفيد منه وايه الجهات اللي يعني عارفة ان صندوق تحيا مصر بيدعم ده، واذا كان في جهات تاني بتدعم ده بتدعمه ازاي ماديا ولا معنويا؟ كلمينا عن دكان الفرحة. والله هو دكان الفرحة كان اخر مبادراتنا، بس هو فعلا عم الفرحة على كل البنات
وكان يوم غير عادي. يعني حتى معالي الوزيرة قالت أنا النهاردة بتكلم كأم وليس كوزيرة. فكان يوم رائع، عملنا الاحتفالية لخمسين بنت من بناتنا اللي هم داخل دور الأيتام ودور الرعاية الاجتماعية، اللي هم مكتوب كتابهم مجهزين للزواج بس واقفين على الجهاز. فالحقيقة احنا بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر نسقنا للزواج الفتيات ووفر لهم كافة الأجهزة، الباكيج كامل على بعضه في سبع أجهزة: تلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، مروحة، خلاط، صندوق كبير من الملابس يكفي لمدة سنتين، صندوق من الميك اب، يعني مش هقول ماركات، انا مش هقول عشان الاعلان، صندوق كامل تاني من الشاور جل والكريمات. يعني مفيش حاجة ما تجابتش، حاجة اتنست، ده حقيقة. حتى التفال، حتى أطقم السيراميك بتاع الحلل، فحتى أنا قعدت أضحك قلت لهم أنا ما عنديش سيراميك. طيب ما هو ده بقى بتمويل من تحيا مصر ولا في جهات تانية بتمول؟ لا بصراحة دكان الفرحة ده كان من تحيا مصر. احنا عندنا داخل الدور كمان الأيتام ودور الرعاية الاجتماعية في الكفلة، يعني من يكفل طفل هو داخل المكان. فبتبقى مثلا أنا كفلة طفلة أو بنت موجودة بتكبر معايا لغاية سن الجواز أنا بجهزها. في عندنا حالات كده، في متبرعين برضو بيدخلوا برضو للمساعدة والمساهمة في عملية تجهيز الفتيات. في شروط معينة علشان البنت اللي في الملجأ يعني تستفيد من دكان الفرحة ولا كل من هم يعني أيتام وعلى يعني مكتوب كتابهم أو هيتجوزوا يستفيدوا؟ كلهم كلهم، ولكن احنا في المبادرة دي انا قلت اللي واقف جوازهم على الجهاز. يعني ناس مكتوب كتابها واقفة بس على عملية استكمال الجهاز، يبقى منعطلهمش طالما هم جاهزين وشقتهم موجودة، يبقى نكمل لهم نديهم الجهاز كامل ويتموا. وفعلا في كتير عدد منهم دخل تزوجوا، فهو ده. طيب دي حاجة كويسة قوي. حضرتك بتقولي اللي هم في دور الرعاية، خليني أتنقل على دور الرعاية. دور الرعاية عموما التابعة لوزارة التضامن في ظل ظروف كورونا الحياة فيها عاملة ازاي والإجراءات الاحترازية فيها عاملة ازاي؟ أنا عايزة لما نيجي نتكلم في هذه النقطة الناس تقدر ما هو موجود داخل الوزارة إزاي. إحنا عندنا عدد دور الأيتام فقط 521 دار، عندنا عدد دور المسنين 172 دار، عندي عدد الدور 18 دار كبار بلا مأوى اللي هم مشردين. بس احنا عملنا، انا لسه كنت هسال حضرتك على اطفال بلا مأوى وكبار بلا مأوى. الكبار بلا مأوى الحقيقه مع الوزيره عملنا قرار وعدلنا المسمى، ما بقاش مشردين فخليناها كبار بلا مأوى. عندنا 8 مراكز استضافه للمراه، عندنا 132 دار للمغتربات بناتنا اللي في الجامعات اللي هم في المحافظات المختلفه. يعني ايه استضافه للمراه؟ مراكز استضافة المرأة يعني الست اللي ملهاش مكان أو مأوى ممكن تبقى موجودة في المراكز دي. يعني مثلا تعرضت لعنف الضرب، جوزها طلقها زي كده، يعني ده غير المغتربات بالضبط، يعني كده ملهاش مكان تروحه، فده مراكز استضافة المرأة. وعلى ذكر ده في أي نوع من أنواع الدعم النفسي مع أو طبعاً نفسية؟ بيقدم الدعم النفسي والدعم الاجتماعي والدعم المادي، لأن ممكن يجيلك واحدة مش ما بتشتغلش، مش متعلمة، مش موظفة. فانت لكن لو هي موظفة في نظام تاني بيتبع معاها برضو، وحاجات بتبقى بسيطة جدا. فيعني برضو توفير الدعم القانوني مفيش طبعاً، بالمجان تماما كله. أول مرة أعرف إنه ممكن كمان توفروا دعم قانوني، ده شيء طبعاً. يعني اللي احنا بالشراكة مع الجهات المختلفة اللي معانا كل أوجه الدعم ممكن تقدم. عندنا نستكمل الأعداد بقى، عندنا 132 دار للمغتربات بناتنا اللي هم موجودين في الجامعات على مستوى الجمهورية. أيام الامتحانات ساعتها معالي الوزيرة ادت أمر قالت افتحي ونشدد الإجراءات الاحترازية عشان بناتنا اللي جاية من أسوان واللي جاية من هتقعد تبات فين وهتروح وترجع ازاي. عندنا الحضانات النهارية بس فوق ال 11,000، متخيله الكم والعدد. وعندنا مؤسسات الدفاع الاجتماعي 47 مؤسسه، فيش فيهم الا واحده مقيده للحريه اللي هي في المرج. طب ازاي تم تغطيه كل هذه الدور والمؤسسات باجراءات احترازيه وبمتابعه في ظل ظروف فيروس كورونا؟ الحقيقه منذ بدايه فيروس كورونا المستجد معالي الوزيره قعدنا عملنا جلسات مشدده
واجتماعات متتالية، وأصدرت معاليها منشور من 15/3 منذ البداية بكافة الإجراءات الاحترازية اللي احنا اتخذناها وهنعممها على كافة الدور والتشديد على تنفيذها والمتابعة والتفتيش بقى والرقابة على تنفيذ على كل ده. هل ملتزمين بيها ولا مش ملتزمين بيها؟ لأن دي مفيش فيها تهريج. انت بتتعاملي مع ارواح، انت داخل نطاق اسرتك ام واب واولاد، وبتبقي خايفه وقلقانه ومتوتره ان ممكن يحصل عندك اصابه من الاصابات. انا عندي بداخل الدور بيبقى فيه 70 طفل وفي 50 وفي 30 وفي 20، عندي 50 مسن، عندي 40 مسن. فاذا لم يكن هناك حزم في تطبيق الاجراءات الاحترازيه والالتزام بيها هتحصل كوارث، وخصوصا ان تجمعات مع بعضها لو حالة واحدة اصيبت هتأدي كل الدار. فالحقيقة كان من ضمن الاجراءات الاحترازية غرفة عزل، لازم في كل مؤسسة يتواجد غرفة عزل بحيث اي حد عنده اشتباه في برد في حرارة ما بنستناش نوصل لمرحلة كورونا على طول يتم عزله فورا لحين التنسيق مع المستشفى ونقله فورا على المستشفى علشان حماية ارواح الاخرين. عندنا جهاز الكشف الحرارة وفرناه في كافة الدور للكشف على حرارة المقيمين داخل الدار والعاملين ومنعنا الزيارات تماما، منعنا استقبال اي وجبات خارجية. كل الوجبات اللي كانت بتجينا تبرعات منعناها لان ممكن يكون حد مصاب ويعملها بالزبط. فبالتالي ينقل الاصابة. عملنا منشورات توعوية ووزعناها على كافة الدور، الرعاية على مستوى الجمهورية وتعليقها في اماكن ظاهرة وواضحة بحيث ان يبقى الولاد والعاملين واي حد داخل يقراها ويبقى عارف كيف احمي نفسي من فيروس كورونا. ايضا عملنا كورسات تدريبيه مع جمعيه الهلال الاحمر، دربناهم على كيف احمي نفسي والاسعافات الاوليه والخروج الامن من المؤسسات اذا لزم الامر وقت حدوث الطوارئ. فاحنا قلنا نضرب لو حصل اي ظرف طارئ ازاي بيتمرنوا على ده، يعني لا قدر الله حريق او بيبقى عارف ازاي يخرج منه. واحنا بندرب على فيروس كورونا، قلت طب ليه، طب ما احنا ندرب على نضرب ثلاث عصافير بحجر واحد، أكتر من حاجة. ندرب على اكتر من حاجه بحيث الولاد يبقوا مجهزين. فهمناهم يعني ايه سياسه التباعد واحترام المسافات علشان صعب جدا ده طبعا على ما اعتقد بالنسبه جداً للاطفال والكبار. ما انا كنت لسه هسال انا ايوم اصعب كان بالنسبه لكم، المسنين كبار السن اكتر ولا الاطفال؟ الاثنين بصراحه، لان ده بيأثر سيكولوجي عليهم برضه، هم متعودين على الزيارات الخارجيه، متعودين على الحفلات، متعودين الناس بتروح تحتفل معاهم، الناس بتدخل اليوم بالهدايا فانت منعتي كل حاجه ووقفتي كل الانشطه، في انشطه بس عن بعد داخل المكان نفسه، فبدا تحصل فيه حاجات نفسيه، ولذلك عملنا البروتوكول مع منظمه اليونيسيف مصر على اساس الدعم النفسي، تقديم الدعم النفسي لكافه المقيمين داخل الدور سواء مسنين سواء اطفال كله بقى. طب هو البروتوكول مع اليونيسيف هيستمر فقط فترة كورونا ولا من الوارد يتم دراسة انه دعم اليونيسيف نفسيا، لانه معظم الموجودين حالات يعني بتكون شوية مؤلمة. انا في اثناء تحضير البرامج شرفت ان انا كنت بتابع حملة اطفال بلا مأوى وزرت دار رعاية في العجوزة وشفت بنات يعني ما نمتش بسبب الحالات اللي هم جايين منها. فطبعا الدعم النفسي بشكل متخصص زي ما اليونيسيف بتعمل سواء بقى للاطفال او للكبار لو استمر حتى بعد كورونا ده هيبقى شيء جيد. هل في دراسه لده ولا احنا طبيعي عندنا وحدات الدعم النفسي والاجتماعي بتاعتنا داخل الوزاره، عندنا مجموعه من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الكوادر المدربين تدريب جيد للتعامل مع كافه المشاكل النفسيه والاجتماعيه مع ابنائنا داخل الدور ده، ولكن احنا دول زياده في فتره كورونا والظروف اللي احنا بنمر بيها فاحنا كنا بنزود الدعم، لكن الدعم النفسي ده اساسي في التعامل مع الاطفال مع البنات مع زي ما حضرتك بتقولي، وخصوصا ان انت الدار اللي انت دخلتيها فيها بنات متخلي عنهم. يعني ايه متخلي عنهم؟ يعني لها اسره لها ام واب وبيجوا يسلموهم ويتنازلوا عنهم. انا لا اعلم يعني ما هي الاسباب التي ولا فقر ولا اي شيء في الدنيا يجعل الانسان يتنازل عن ابنائه. وانا شفت الحقيقه حاله من ضمن الحالات لبنت وشها تقريبا مشوه محتاج اكتر من عملية تجميل، وكانت الدار هتقوم بالعمليات دي، اللي كان عامل فيها كده ده ابوها، وكان كل اللي على لسانها وانا بتكلم معاها انها زعلانة ان ابوها ما بيجيش يزورها. أيوة. فانا شفت حالات اغرب من الخيال. أيوة. في اطفال فعلا اهلها متخلي عنهم، وده في حد ذاته بيعمل جرح نفسي محتاج دعم، يعني مش عارفة ايه نوع الدعم اللي ممكن يخلي ملوش علاج.
انا وانا في الضابط وانا في المباحث الاحداث انا فاكره ام واب جم سلموا ابنهم، كان الولد عنده 5 سنوات. فانا خليت امين الشرطه اخده وقعد معاه وقعد مع الاخصائيه وبتاع. فجيت تاني يوم فبقول له انا عايزه كريم اشوفه، فجابهولي انا ما عرفتوش، الملامح اتغيرت. فاستغربت فقلت له لا مش هو يا فندم، والله هو. قلت له مستحيل، تخلي مؤلم والله العظيم، ملامحه اتغيرت، ملامح وشه. والولد تالت يوم امتنع عن الطعام تماما، رابع يوم فقد النطق، ما عادش بيتكلم. فلو الام والاب يعرفوا هم بيعملوا ايه في الطفل او في البنت اللي هم بيجوا يسلموها، يعني انا من رايي لو كانوا تنازلوا عنها منذ ولادتها كان يبقى افضل. انا هرجع مع حضرتك لمنطقه الداخليه والاحداث، بس بما اننا بنتكلم على الاطفال وده موضوع مهم جدا، عايز اسال على حمله اطفال بلا مأوى، هل ما زالت مستمره وما زالت بتنزل تجوب الشوارع وتشوف الاطفال وتتابعهم ولا لا؟ ده بدايه، يعني العربيات المتنقله ما زالت بتعمل؟ دي احنا عندنا استراتيجيه قوميه لحمايه وتاهيل اطفال بلا مأوى ودمجهم داخل نطاق اسرهم ودمجهم في المجتمع كافراد صالحين. احنا عندنا 18 وحده متنقله، اللي موجودين 17 وحده متنقله موجودين على مستوى الجمهوريه وشغالين، وعلى فكره بقوا شامله الاثنين اطفال والكبار. فشغالين على طول مستمرين، لان في اهداف، في خطط، في محاور أساسية للاستراتيجية احنا شغالين عليها. الاستراتيجية دي برضو بتتم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية طبعاً. فشغالين فيها طبعا. طيب حضرتك بذكر الأسر اللي بتتخلى، في كتير من الأسر بتضطر بسبب ظروفها أو بسبب يعني طبعها أنه الطفل بيشتغل في سن مبكر جدا. قانون عمالة الأطفال بيمنع تحت سن 15 سنة أو سن التعليم الأساسي أن الطفل يعمل، وبيحدد له عدد ساعات و بصفة حضرتك بقى في الرقابة والتفتيش، هل في شيء بتعمله وزارة التضامن لضمان أنه الجهات اللي بتشغل الأطفال ما تنتهكش يعني حياة الأطفال وطفولتهم ويبقى العمالة بشكل حسب القانون؟ الحقيقه قانون 12 لسنه 96 المعدل بالقانون 126 سنه 2008 باللائحه التنفيذيه 2075 لسنه 2010، ده قانون الطفل عندنا في مصر. في باب كامل اسمه باب العماله، عماله الاطفال، ومحدد فيها السن التدريب، ومحدد فيها سن بدايه العمل، والاعمال المحرمه او الاعمال التي لا يجوز عماله الاطفال فيها. اي عمل يعرض الطفل، حياه الطفل او صحته او نفسيته للخطر ممنوع، لانه بيعتبر حاله من حالات التعرض للخطر، ودول 14 حاله محدده في القانون. ايضا العمل في الم... في ال... في الم... اللي هي السباكه، العمل في المخابز والحاجات دي، كل ده، كل ما هو يعرض حياته للخطر ممنوع، وده بيتم وفقا في وزاره الداخليه مع اداره العامه للمباحث رعايه الاحداث بالتنسيق مع القوى العامله، وبيحصل حملات مشتركه ل المرور على كافة الورش، ولها شروط. لمجرد ان انت تعملي اطفال يعملوا عندك داخل الورشة، لازم شهادات الميلاد بتاعة الولاد تكون موجودة عشان تقدري تطلعي على السن. في مجموعة من الشروط لازم توفرها، في وجبة لازم تقدم للطفل، في كوب من اللبن لازم يوفر للطفل، في حاجات كتير. ولكن هناك بعض المستغلين، لان الطفل ما بيقدرش يقول لا، فبالتالي بيخاف، ساعات العمل بتزيد، ما بيقدرش يقول مش فاهم. ده بخلاف ان في اماكن يعني مش هنقدر نوصل تمام لكل القرى والربوع والنجوع تمام وكل الحواري الداخليه علشان نقدر نعرف ده، بس معنى كده انه في تفتيش تابع لوزاره التضامن مع بالاشتراك مع وزاره الداخليه لمتابعة تنفيذ قانون عمالة الطفل، ويجوز سحب الطفل كمان تمام. على فكرة انت لأول مرة بتعملي محضر، في التاني في التالت يجوز لوكيل النيابة يتخذ إجراء بسحب الطفل وإيداعه بأحد دور الرعاية لعدم أمانه داخل نطاق أسرته. طيب كلميني عن الدمج ما بين فكرة دور رعاية الأطفال ودور رعاية كبار السن. مشروع فكرة انه يكون ده من خلال إطار واحد موحد، هل ده فكرة مطروحة أو ابتدينا فعلا في تنفيذها؟ وهل ده مثلا للتعويض الإحساس بالفقد، يعني الكبير يحس إن عنده حد صغير بيسأل عليه وصغير يحس إن ليه أب أو تمام؟ احنا الحقيقه نفذنا عندنا في وزاره التضامن الاجتماعي بعد ما معالي الوزيره اسندنا 3 مباني،
كاملين لمؤسسة معانا الإنقاذ إنسان. هنعمل مبنى كامل للنساء ومبنى كامل للرجال، وأخدنا مبنى خاص بالأطفال المعصور عليهم. الأطفال المعصور عليهم دول يعني عندهم 90 يوم، لان انت في اطفال بتعصري عليها في الشارع بالحبل السري وبدم الولاده، وفي دوره كامله للعصور على الطفل، لان ممكن اكون انا محرومه من الانجاب، مش مجرد ان انا لقيت طفل اخده وامشي، لا طبعا. لازم اتوجه بيه لاقرب اسم شرطه او نقطه شرطه، اعمل محضر عصور، وبعد محضر العصور اللي بيتلقاني بيعمل لي محضر عصور بحول على النيابه. النيابه بتستدعي مفتش من الصحه وبيسموا الطفل، وبعدين وكيل النيابه بيدي قرار بايداعه باحد مراكز الصحه التابعه لمديريه الشؤون الصحيه. لازم دي في المرحله الاولانيه، عشان الرضاعه، عشان البامبرز، علشان التطعيمات، لان بيكون لسه عمره ساعات. ده مرحله. بعد كده ما بيوصلوا 90 يوم 3 شهور بيبدا بالتنسيق ما بين وزاره الصحه ووزاره التضامن الاجتماعي، بناخد الولاد عندنا بالنسبه للمؤسسات، وبيبدا عمليه بقى الاسر اللي هي البديله. يعني الأسر البديلة ده غير دور الرعاية اللي فيها كبار سن وأطفال. تمام. خليني الأول أوصل لدور الرعاية اللي فيها كبار سن وأطفال، هل في شروط معينة؟ يعني ما هو ما ينفعش برضو يبقى سن كبير قوي وطفل صغير قوي، يعني هل في شروط معينة تحكم الصفات المطلوبة في الأطفال والصفات المطلوبة في كبار السن اللي بتجمعوا في مكان واحد؟ تأكيد، كل مؤسسة مستقلة كمعيشة وحياة وإقامة كاملة، ولكن في تبادل الزيارات ما بينهم، لأن ده بيديهم إحساس الجد والجدة بالظبط، فبيعوضهم عن نظام الأسرة، وفي نفس الوقت بيعوض برضو الكبار عن إنه ملهمش حد، لأن أنت عندك من كتير من الناس دول ولادهم هم اللي سابوهم، اتخلوا عنهم فسابوهم، فبيبقى النفس يقولك حفيدي، فهو بيتعامل معاه على انه حفيده، هي نفس الحوار بتتعامل معاه على انه حفيدتها او حفيدها. الولاد نفسهم بيقولهم الجد والجده، تحس انه في اسره، دي فكره في منتهى الذكاء، يعني بيبداوا يتعاملوا معاهم. وعلى فكره التجربه دي مش موجوده بس، يعني احنا هنا احنا شفناها بره في تبادل الخبرات في اكتر من دوله، فعاملين كله في قريه واحده، ويتلتقوا في المناسبات، في الاعياد، في الحياه اليوميه، في مواعيد محدده، يعني ساعه الغدا تلاقوهم يجوا مع بعض، يجوا الولاد من المدارس يجوا عليهم هم، يعني تحسي ان مش محرومين من حاجه، من السياق الاسري، من عشان الطفل اساسا برضو داخل نطاق مؤسسه غير داخل نطاق اسره طبعا، سيكولوجيا وشخصيه، احساسه ان دي اسره، يعني هو في شيء طبيعي بالظبط، مش كده. عمره ما يحس داخل المؤسسه انه ده بيت بجد ودي اسره بجد، يعني لا، هيحس داخل طب عايز اعرف بقى معلومات عن مشروع الاسر البديله، بالقانون بتاعه هيمشي ازاي، هيتحقق ازاي، يعني تفاصيل الاسره البديله. والله يا وزاره التضامن لها خطه واضحه في تطوير منظومة الأسر البديلة، وإحنا هنلاقي في مراحل كتير من التطوير، يعني القرار الوزاري 240 لسنة 2014 لتشكيل لجنة تطوير منظومة الأسر البديلة، ثم يلي بعدها كده القرار 145 لسنة 2016 لتشكيل اللجنة العليا لمنظومة الأسر البديلة. اللجنة العليا للأسر البديلة الحقيقة بتضم مجموعة من الخبراء في مختلف التخصصات، نفسية واجتماعية وصحية وقانونية ودينية، في كافة التخصصات موجود في اللجنة دي ممثلين لجميع وزراء مصر فيها. الحقيقة اللجنة اتخذت مجموعة من الإجراءات في غاية الأهمية، منها أولا خصصنا خط ساخن للأسر البديلة، منظومة الأسر البديلة 19828، يا ريتكم تنزلوه علشان الناس برضو تبقى عارفة، 19828 الأسر البديلة 19828، ده خط خاص بي للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة. أتحنا فرصة التقديم أونلاين عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أي حد يقدر يدخل على الموقع ويقدم لمنظومة الأسر البديلة، يقول أنا مثلا شخص محروم من الإنجاب وعايز أكفل طفل، أو أنا شخص مخلف وعايز أكفل طفل عشان أكسب كفالة اليتيم. في بيته ولا داخل المؤسسة؟ في بيته. في بيته. في بيته. إحنا لنا هدف أساسي في اللجنة العليا للأسر البديلة، وهو نقضي على نظام اللام، نحقق نظام اللام أساسا، نقضي على نظام المؤسسات ده، بحيث إن الولاد يبقوا موجودين داخل أسرة، إن مهما يقدم له داخل المؤسسة مش زي الأسرة، ما بيطلعش شخصية طبيعية زي الشخص المتربي في نطاق أسرة. الطفل معاكي في نطاق أسرة نطاق ضيق، السمات، العادات، التقاليد، كل شيء انت عايزة تعلمه له، بيطلع شخصية ناضجة، شخصية سوية،
لان لما بيبقى قاعد مع في مؤسسه فيها 50 طفل بيكتسب من ده حاجه ومن ده حاجه ومن ده حاجه، بتطلع شخصيه مركبه فيها حاجات كتير غير سويه. طب ايه الصفات اللي محتاجينها عشان الاسره البديله؟ مش الصفات، يعني ايه الاسره؟ مجموعه من الشروط. الشروط اللي هي انا دلوقتي دي الاسره تصلح بالظبط ان انا اسلم هذا الطفل ليهم كاسره بديله. احنا عندنا مجموعه من الشروط لازم توفرها. الحقيقه التعديلات الجديده اللي لسه صادره في اللائحه التنفيذيه الخاصه بمنظومه الاسر البديله اتاحت فرصه كويسه جدا من التسهيلات لبعض للناس، لان كان في تشديد قبل كده. احنا كنا مثلا بنقول ان الاسره لازم يكون الابين الاثنين الاب والام مصريين، خليناها احدهما علشان نتيح الفرصه للي هو عايز طفله يكفل طفل. السن كنا بنقول لازم يكون من بدايه 25 سنه، نزلنا بالسن لغايه 21 سنه، لان في ناس عندها عقم. فايه اللي طب هي عندها عقم ليه احنا نعذبها ونقعدها لغايه 25 سنه؟ طب وهل الاسر اللي مثلا يعني زوجه منفصله او زوج منفصل او ما دي استحداث بقى، لانه هي برضه عايزه تكون ام او عايز يكون اب. بالظبط، استحدثنا نماذج جديده لعقود الاسر البديله لام فقط برضه. إيه خلاص انت واحده مثلا انفصلتي وحياتك لك، او ان انت بنت ما اتجوزتش فبرضه مش هنبقى عايزه يكون عندها مش هيبقى ده وده. فاحنا بنتيح لها فرصه برضه انها يعني في يعني عقل واعي بيتابع طبعاً التطورات اللي ممكن تخدم سواء المعني بهم الموجودين تمام في دور الرعايه كلهم او حتى المجتمع اللي محتاج ان هو بالضبط يتواصل معاهم. اي انسان محروم من ده خلاص. كنا برضو احنا قلنا ان اللي هم مش متعلمين لا يجوز حرمانهم من اساسا من فرصه كفاله الاطفال، فسيبناها للجنه المحليه بالمديريات على مستوى المحافظات تعمل هي تقرير كافي عن الاسره وتقول انها تاخد على شرط بقى تعلم الطفل. بالظبط لازم يعني لازم يكون، لان في كتير من الاطفال في الحقيقه اهليهم مش متعلمين بس بيدخلوهم مدارس فما تكونش هتحرمهم من التعليم. احنا لو جينا نبص هنلاقي معظم العباقره اللي عندنا ومعظم اهاليهم مش متعلمين، الامهات كانت يعني اميات ومش متعلمين، فهم مؤمنين بقيمه التعليم. ايضا احنا بنشترط ان لازم يكون في دفتر توفير بيتحط فيه مبلغ للطفل عند الحصول عليه. نزلناهم من 5000 خليناهم 3000 عشان نسهل برضو على الاسره. ايضا عملنا حاجه رائعه في التعديلات ان الطفل اصبح يحصل على اسم الام الاول، ده ما كانش بيحصل. ده شيء عظيم، ان الطفل بيسمى اسمه وهمي في محضر العصور. فبالتالي الطفل انا هبه واخده طفل فانا في البيت هبه وفي الورق ماجده وروح المدرسه الاب برضو هنا وهمي محمد هناك احمد. فبرضو ما الطفل بيبدا يفهم بيسال هو انت اسمك ايه؟ طب انت ليه هنا اسمك كذا؟ فتبدا الاسئله فاحنا اخذنا موافقه خلاص الازهر وبدا ياخد الاسم الاول من الام في شهاده الميلاد، بس مش الاسم بالكامل هو الاسم الاول. نفس الحوار يا ياخد لقب العيله يا اسم الاب الاول فقط في شهاده الميلاد. طب انا هستاذنك بس احنا فاصل دقيقه وهنرجع تاني مع حضرتك.